المشاهدين، عظم الله أجوركم وأجورنا باستشهاد أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين زوج البتول وابن عم الرسول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. مثل ما قلت لكم في الحلقة السابقة، هذاك اللعين لما دخل المسجد وكان ورا اسطوانة وأمير المؤمنين في المحراب، وهذا اللعين دخل وضرب أمير المؤمنين على رأس الشريف ونزل الدم وخضب لحيته مثل ما كان يقول له الرسول، يعني الدم نزل على لحية أمير المؤمنين على شيباته الكريمة صلوات الله وسلامه عليه. قلت لكم هذا اللعين المسجد طقطقة البيبان والهواء والرياح والدنيا انقلبت، وجبرائيل ينادي تهدمت والله أركان الهدى، كل واحد كان نايم بالكوفة قعد من النوم، الناس يبي يروحون يسوون. شوف أمير المؤمنين حتى بهذاك الوقت كان يحافظ على حياة الناس. في واحد من الخلفاء لما مات ما كانوا يعرفون منه قتله، فالتاريخ يقول بهذاك الوقت ذبحوا 200 واحد على الشك، يعني واحد يقول هذا قتله، الناس يجون يقتلونه، يقول لا مو هذا، نسيت، هذا قتله، يجون يقتلونه. قتلوا 200 واحد، بس أمير المؤمنين قال لا حد يروح لا حد يتحرك. قالوا يا أمير المؤمنين نجيب القاتل، يقول لا أكو باب من أبواب مسجد الكوفة، الله يرزقنا وياكم إن شاء الله زيارة، اسمه باب كندة، قال الحين يمسكونه ويجيبونه لا حد يروح. الحسنين سمعوا وتهدمت والله، وهم يدرون، قلت لكم أمور لازم تجري بمجاريها. يو ركض، تخيلوا الإمام الحسن عند الإمام الحسين قاعد، الإمام الحسن سلام الله عليه شار راس أبوه حطه بحضنه يعالج أبوه يداوي، وهذا الدم هالشكل يشد راسه، يشدونه براس بخرجة كذا يشدون راسه يطلع الدم ويغطي مرة ثانية. الإمام الحسن يبكي بكاء، شو يقول؟ كلمة وايد حزينة، يقول له يا أبا، يقول أنا بعد أمي وبعد يدي أنت كنت تهديني على البكاء، بعدين يقول له يا أبا أنا لأجلك لأجل هذه الحادثة لأجل كذا قمت أبكي، تعلمت البكاء لك أنت يا شلون يعني أنت علي. شوف أمير المؤمنين شو يقول له، دائما كان يقول له، يقول له أنا أنت قاعد تبكي علي أنا، بس أنت يا حسين راح يجي عليك يوم أكثر من هذا اللي صار علي، بس هذاك اليوم أنا مو موجود، شو أسوي لك يا حسين؟ لو أنا موجود أخوك موجود كنا نعرف، بس أنت بروحك هذاك اليوم، هذاك اليوم أشد من هذا يا حسين، هذا صعب عليك، هذاك شو تقول؟ فعلا بعد شوية من الزمن، بعد فترة قليلة، واحد ياب ابن ملجم اللعين ومكتفه مكتف إيده، لأنه شافه في الطرقات وبروحه طلع من البيت، قال له شنو صار؟ هذا اللعين شنو قال؟ قال بدل ما يقول ما أدري شنو قال، قتلت أمير المؤمنين. شوف الله يبي يفضحه، بدل ما يقول ما أدري شنو صار شنو قال؟ قتلت علي، قتلت أمير المؤمنين. قال شلون يا لعين؟ بالسيف شوية طاقة ومسكه يا أبا المسجد، شاف أخ هذا أمير المؤمنين هالشكل وهذول الناس و... أمير المؤمنين قال بني حسن قوم صلي، ما يترك الصلاة، قام صلى، جماعة الناس ناطرين الصلاة، صلى فيهم، خلصوا صلاة، قال يلا عينوني أمير المؤمنين، هذا علي اللي شلع باب خيبر، شلع باب خيبر بإصبع واحد، يشيلون أثنين ويودون البيت، هذا اللعين شنو سوى؟ انزين يلا يا علي، زين هذا علي شوف كله رحمة وحنية، الحين بيوصل البيت، شلون اوصل البيت؟ بالبيت منو موجود؟ سيدة زينب. زين سيدة زينب شلون راح تتحمل تشوفني انا كذي؟ علي سلام الله عليه، علي هو يفكر سلام الله عليه، شلون راح تشوفني انا الشكل شايليني والدم وهذه زينب؟ قالوا مهدوني هدوني. ليش يا امير المؤمنين؟ قال ما احب سيدة زينب تشوفني كذي، وايد راح تتألم، خلوني انا امشي اروح البيت. فعلا وصلوا البيت،
السيدة زينب والنساء شافوا بكوا طقوا على وجههم صاحة وناحة وكذا. أمير المؤمنين يهديهم حطوا على الفراش، حطوا على فراشة يا بولا طبيب. هني أمير المؤمنين قاعد يعلمنا درس. سمعوا بعض الناس لما يمرض يقول أنا ما أروح الطبيب، أقول يا حسين، أقول يا علي، أقول يا أبا الفضل ويصير زين. لا، أهما يعلمونا، قول يا حسين، قول يا علي، وايد زين. لكن أهما يعلمونا يقول سووا الأسباب. يعني شنو؟ يعني روح الطبيب وقول يا علي، وايد يفيدك. أمير المؤمنين شنو سوى؟ يا بولا طبيب، السم يا شباب، إذا واحد أعوذ بالله صار في سم بسرعة يقولوا له أول علاج شنو؟ تشرب حليب، الحليب يطرد السم. الأطباء اللي يابوهم حق أمير المؤمنين سلام الله عليه قالوا يا جماعة منو يبوا له لبن، يبوا له حليب، خليه يشرب حليب، الحليب يطرد السم. أمير المؤمنين أبو الأيتام، أمير المؤمنين كله حوالي أيتام سلام الله عليه، هو فعلا أبو الأيتام ولحد الآن هو أبونا. أي شيء عندنا نقول له يا علي. تخيلوا الأيتام، اليتيم بروحه ما عنده شيء، فقير ويتيم ما عنده أبو مثلا، تدون شنو سووا الأيتام؟ كل واحد جايب له طاسة فيها حليب، اللي جايب له قلاص فيه حليب، اللي جايب له شيء صغير، كل واحد على قد، اللي جايب له شيء صغير فيه حليب واقف ورا الباب. شنو والله؟ لأن الطبيب قال يبو حق علي حليب، الحليب يشافي الطبيب، يشافي أمير المؤمنين من هذا المرض، من هذا السم مالت اللعين الضربة. فتخيلوا هذول اللي هذا الأيتام، كل واحد اللي جايب له طاسة صغيرة، اللي جايب له قلاص صغير، اللي جايب له شيء كذي واقف عند الباب. الحسنين طلعوا، ها شنو؟ قالوا احنا سمعنا الطبيب يقول الحليب زين حق أمير المؤمنين، فاحنا جايبين، كل واحد جايب على قده سلام الله عليه. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، يا بولا طبيب، أحسن طبيب، والظاهر كان نصراني يعني مسيحي، أحسن طبيب. قالوا له تعال، أمير المؤمنين ما يحتاج طبيب، هو أبو الأطباء. يا بولا طبيب، قلت لكم حتى يعلمنا. فحصه، شافه، قال يبولي خروف صغير، ذبحوا هذا الخروف، طلعوا الرئة مالته، الرئة أو الكبد طلعوها، قصوا، أكو فيه عرج يصير عرج أبيض خفيف أو عرج الشكل أحمر، عرج أحمر، هو يعرف هذا الطبيب، عرج أحمر خفيف، طلع هذا العرج وحطه مكان الجرح، مو هذا اللعين ضربه على رأسه، حط هذا عط على رأسه. بعد فترة طلعها، شاف فيه أشياء بيضة. تدرون شنو هاي الأشياء البيضة؟ شوية من مخ أمير المؤمنين صاير عليه. الطبيب قال يا جماعة، يعني شو أقول لكم، عظم الله أجركم، شو تقول؟ قال هذا أمير المؤمنين بعد آخر حياته. إيوه هو أمير المؤمنين يدري، بس حتى يقول حق يا جماعة بعد خلوا وصل وصية أمير المؤمنين، هذه بعد آخر حياته. طبعا بكوا عياله، بكوا اللي يحبونه، لا بس ما ليالي بعد ليلة ليلتين وما يشوفون أمير المؤمنين، مثل باكر استشهاد أمير المؤمنين خلاص. الناس كانوا يجون يبي يشوفون، يبي يدخلون على أمير المؤمنين، يبي يسمعون، ويقول لهم شوي شوي ما يخرب، بس خففوا عني، ترى وايد تعبان، إمامكم تعبان، أمير المؤمنين تعبان، خففوا علي. كانوا الناس يجون شوي شوي وهم يطالعون أمير المؤمنين، يبكون كذا. أمير المؤمنين قلت لكم كان يبوا له حليب، يشرب الحليب يخلي نصه، يقول بني حسن اخذ هذا الحليب عطى حق هذا ابن ملجم، ترى هذا حرام، علي شوفوا علي، هو علي، هو علي السجين مالتكم، هذا اللي ضربني على رأسي ونزل الدم ويبي أبي أموت من هالضربة، روح ودوا له حليب خليه يشرب، أي حليب من اللي هو يشربه، مو أي حليب ثاني،
هو يشرب قلاص يخلي نص يقول ودوه لحرام، هذا سجينكم، هذا اللي ذبح. شوفوا علي، هذا علي. أمير المؤمنين سلام الله عليه قعد ويا عياله اللي هي هذه الليلة يسمونها ليلة الوصية. تخيلوا عياله قاعدين عنده، قاعدين حواليه، الناس شوي شوي يجون ويروحون عنده. قام يوصي بوصايا أمير المؤمنين، هذه اللي يسمونها ليلة الوصية، باكر استشهاد علي سلام الله عليه. فكان يقول لهم: بني إمام الحسن أنت الإمام بعدي، أنت كذا، أنتوا يا أخوان سمعوا كلام أخوكم الكبير وهذا إمام مفترض الطاعة، أنت يا حسين لا يوم كيومك، كل هذا اللي شفته والتعب مو مثل يومك، أنت أنت يا حسين غيرك يوم، غير يوم، أنت غير يوم، مصيبتك غير مصيبة، أنت كذا كذا. بس أكو وحدة وايد حنينة، أكو وحدة وايد يحبها أمير المؤمنين وإحنا كلنا نحبها، اسمها السيدة زينب. أمير المؤمنين كان يدورها، تدرون وين كانت السيدة زينب؟ قاعدة برا بالحوش، مو بالغرفة يا أمير، وما ما تتحمل تشوف أمير المؤمنين بهذه الحالة. فكانت قاعدة بالحوش برا الغرفة بالحوش وتبكي، من بعيد طالع وتبكي. قال لها كأن ناداها كذا: بنية تعالي يا البنية، أكو واحد ثاني الحين ما أدري كم عمره، كان 20 أقل أكثر بهالأعمار أو أقل شوية، هم قاعد بروحه. قال له: تعال. عرفتوا منه هذا؟ واحد بطل، بطل عافية عليكم، اسمه العباس سلام الله عليه. هذا كان لهم وصية خاصة هذول الأثنين، مسك إيدها ومسك إيد العباس، قال له: هذه وديعة عندك يا عباس، هذه أمانة، يعني كأن أنت يا أبا الفضل الله خلقك لكربلاء، وأنت يا حسين، أنت يا سيدة زينب الله خلقك لكربلاء، هذا اللي أنتوا راح تعطون درس فيه إلى آخر الدنيا، إلى كل الناس، إلى كل البشر، إلى كل الخلق، اللي انتوا لكم شيء خاص اسمه كربلاء، هذاك الوقت انتوا راح تسوون وما تسوون وما تعملون، تعلمون الدنيا وما فيها. الناس كانوا قلت لكم عند بيت امير المؤمنين، امير المؤمنين قال حق الامام الحسن: بني حسن روح قل حق الناس خلي يروحون خلاص. راح قال لهم: الإمام يقول لكم مشكورين وما قصرتوا جزاكم الله خير، بس يقول لكم روحوا، روحوا خلاص، اخذوا راحتكم وروحوا بعد خلاص، ما الإمام ما في، ما عنده طاقة. راحوا الناس، الإمام الحسن دخل البيت، بعد شوي طلع شاف أكو واحد قاعد، قال له: أنت منو الأصبغ بالنباتة رضوان الله عليه؟ قال له: اي نعم يا ابن رسول الله، نعم يا ابن علي، انا الاصبغ ابن نباته. قال له: ليش قاعد؟ قال له: ابي اشوف علي، بعد ما اشوفه يصير، يعني بعد ما اشوفه على الاقل ابي اشوفه، ابي اسمع صوته، ابي اشوف وجهه الحلو الكريم. قال له: ما انا قلت لك امير المؤمنين يقول روح. قال له: صح، بس ما اقدر ما اشوف، ما اسمع صوت علي، يعني معقوله بعد ما اسمعه؟ استأذن لي على أبوك الله يخليك، قول حق أمير المؤمنين، قول الأصبغ هالشكل يقول. دخل قال لي: يا أمير المؤمنين، يا أبا هذا الأصبغ هالشكل يقول، يقول أبي أسمع صوتك، أبي أشوف وجهك. قال له: ما يخالف، نادي. قال له: يا علي، علي يقول له: يا أصبغ النبات ليش ما رحت؟ قال لي: يا أمير المؤمنين، يعني معقولة أنا بعد ما أشوفك وتبيني أروح؟ على الأقل أسمع منك شيء. قال: تعال قعد اسمع يا أصبغ، راح أقول لك شيء ما راح تسمعه من غيري، راح أقول لك شيء النبي قال لي إياه، ويا أصبغ هذا اللي راح أقول لك يا الكلام بعد ما راح تسمع من إمامك، إمامك مستشهد بعد خلاص، بس هالليلة أنا وخلاص. قال: أقول. يقول
يوم من الأيام أنا قاعد أمشي، أمير المؤمنين يقول شافني رسول الله، شافني وايد متضايق. قال لي يا أمير المؤمنين ليش متضايق؟ قال يا رسول الله شوية تدري الحياة، وتدري هذول بعض الناس وايد يأذون وايد يغثون وايد كذا. قال لي تعال راح أقول لك شيء أونسك أفرحك فيه. قال لي يقول يا رسول الله أنت كل شيء منك حلو. قال لي روح نادي الصلاة جامعة. الصلاة شايفين إذا واحد عنده شيء يقول تعال أبيك شيء ضروري أبيك شيء مهم. قبل شنو كانوا ينادون؟ الصلاة جامعة الصلاة جامعة، يعني تعالوا في شيء مهم. أمنون قال لا حاضر. نادى الناس وين؟ تعالوا النبي يبيكم في المسجد. دخلوا المسجد. قال أنا راح أصعد على المنبر وانت انزل تحتي بمرقات الدرجة اللي تحتي وقول لهم ألا من عق والديه فلعنة الله عليه، ألا من أبق من مواليه فلعنة الله عليه، ألا من ظلم أجيرا فلعنة الله عليه. قال يا رسول الله حاضر. رحت سويت نفس اللي قاله النبي، نفس الوصايا اللي وصاني اياهم قلتهم. الواحد قاعد اخر المسجد، شلون هذا اللي احنا قاعدين في مسجد الامام الصادق سلام الله عليه، واحد قاعد بالاخير قال يا ابا الحسن انت قلت لنا ثلاث اشياء بس ما قلت معناتهم. أمير المؤمنين قمة الأخلاق، النبي قال له اشرح لهم، ما قال له اشرح لهم، قال له قول هالكلمات. يقول رحت حق رسول الله قلت له يا رسول الله قالوا لي شنو معناتهم؟ انت قلت لنا كلمات بس ما قلت معناتهم. هذا كل الكلام أمير المؤمنين شاد راسه بعصابة صفراء وجهه أصفر ما في دم وقاعد وكل ساعة يغمى عليه ويقعد يغمى عليه ويقعد يكمل اللي صار وياه ويا النبي صلى الله عليه وآله. قال له النبي قال ابسط يدك، وأمير المؤمنين قاعد يمثل حق الأصبغ قال أنت هم مد إيدك. يقول مديت إيدي. يقول الرسول صلى الله عليه وآله أخذ أصبع من أصابع إيدي وقال يا أبا الحسن أنا وأنت أبوا هذه الأمة، أنا وأنت يا علي أبوا هذه الأمة، إحنا أبوا هذه الأمة. فمن عقنا، شوف هذا اللي عقوق اللي يقول عق والديه أمير المؤمنين، يقول أنا وأنت أبوا هذه الدنيا، اللي عقنا في شنو؟ لعنة الله عليه. ألا إني وأنت، قال أنا وأنت يا علي أجيرا هذه الأمة، شنو؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. يقول أنا وياك إحنا أجيرا هذه، علمناهم فهمناهم، اللي ما يعطينا أجرنا شنو؟ لعنة الله عليه، اللي ما يعطينا أجرنا. أنا وأنت مولايا هذه الأمة، فمن أبق علينا لعنة الله عليه. أمير المؤمنين أغمى عليه من التعب سلام الله عليه، قعد. قال يا أصبغ أنت بعدك قاعد؟ قال له إي والله يا أمير المؤمنين بعدني قاعد. قال له خلني أقول لك شيء. قال لي يلا. يا ريت تقول لي يا علي، أنا أختصر لكم إياها. أمير المؤمنين يقول نفس الشيء، متضايق أنا في المدينة، شافني رسول الله، تعال يا علي ليش متضايق؟ خلني أقول لك شيء يونسك. يقول له اسمع، إذا كان يوم النبي يقول إذا كان يوم القيامة الله يحط منبر كبير اللي كل الخلائق يشوفونه، أنا أقعد على آخر درجة أنت تقعد على الدرجة اللي بعدها. الله سبحانه وتعالى يقول حق مالك الجنان اللي هو اسمه رضوان، يقول يا رضوان عط المفاتيح حق رسول الله، أنا أجيب المفاتيح أعطيهم حق رسول الله. رسول الله يقول له وصل، عطهم حق علي يعطيك إياه. بعدين الله يقول حق
مالك اللي هو شنو مسؤول عن الجهنم، قال له يا مالك عط مفاتيح النيران حق رسول الله. يقول انا ايبه معطيهم حق منه رسول الله. يقول فياخذ المفتاح يقول له وصل، عطى حق علي، اعطيه حق علي. بعدين رسول الله يقول له يا علي انت قسيم الجنه والنار، يا علي انت اللي يحبك ويتبعك يدخل الجنه، اللي ما يحبك وما يتبعك وين يروح؟ النار. انت قسيم الجنه والنار. بعدين شنو قال له؟ قال له يا علي واحد ورا الثاني تشلبون ورا بعض، حجزه حجزه يسمونها، يقول انت تمسكني وربعك اللي وراه كل واحد يمسك ورا الثاني، شايف يمسكك كذي. بعدين يقول له يا علي انت وشيعتك، يقول هالشكل سوا الى الجنه. فامير المؤمنين قال له يا رسول الله انا وشيعتي الى الجنه؟ قال له اي ورب الكعبه انت وشيعتك الى الجنه، شيعتك واحد مشلب ورا الثاني ومشلبين فيك وين؟ الى الجنه. هذه كانت هذه الليله ليله وصيه امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ان شاء الله راح اكمل لكم استشهاد امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. اذا عظم الله اجوركم واجورنا باستشهاد امير المؤمنين. هذه المصيبه العظيمه حقيقه، باكر اقول لكم شلون صار على امير المؤمنين والاستشهاد والدفن. فان شاء الله لنا تكمله لهذه الحلقات. فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.